هنرجع محاضراتكم لمدرسة الفن الفرعوني اللي كنت قبل التقرير ده كنت بنوه عنها، وهي فكرة أحد الشباب إن هو يعلم أصحاب المهارات تقليد الفن الفرعوني ويقوم بعمل أشياء جميلة جدا وبيعها كمان للأجانب، يعني للحصول على دخل قومي، لأنه طبعا هيبيعها بالدولار أو بالعملات الصعبة، فبذلك هيكون ليه دخل، في بيعود على الدخل القومي المصري حاجة، يعني مبلغ من أو أموال من هذا المشروع، لأن طبعا ده فكرة جميلة جدا لشاب مبدع جدا جدا بيحب بلده، شاف إن الفن الفرعوني مهمل في مصر، مفيش بعض المدارس بتقوم بتعليمه، احنا بنهتم يمكن بالفن دلوقتي بالنسبه لنا ما اصبحش الفن الاسلامي والفن الفرعوني، اصبح الافلام اللي فيها خناقات وصراعات، وكان المجتمع المصري الان كله ماشي بالسنج والمطاوي في الشارع وحالات الاغتصاب والتحرش مالي الشوارع، في مشكله حقيقيه في الشارع المصري، ولكن الفن لم يعد الان رساله بل اصبح بيزيد من الموضوع في الشارع المصري. هنحاول طبعا النهارده نشوف فكرة الشاب الجميل ده اللي قام بعمل مدرسة للفن الفرعوني من خلال تقريرنا، كنا موجودين هناك وانتقلت كاميرا صباح القاهرة للورشة الخاصة بوليد وإيهاب لمعرفة مشروعهم والهدف منه. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونتعلم إن الشباب فكرهم قد إيه بيكون واعد وقد إيه أمامهم المستقبل بإذن الله. تعالوا مع بعض نشوف. أنا مسؤول عن المدرسة المصرية للفنون في مصر، والمدرسة دي المفروض إنها بتبحث عن العالمية. بنفكر لمصر إزاي ندخل دخل قومي زيادة عن طريق تعليم الفنون المصرية للناس المصريين داخل مصر وللأجانب خارج مصر. ومن خلال المدرسة ممكن نعمل دورات يكون فيها دخل لمصر خارج مصر من خلال الكورسات اللي المفروض بيتعلموا الطلبة فيها عن الفن المصري، وبنخلي المدرسة برضو تحقق دخل تاني عن طريق الزيارات اللي بتتم للمدرسة في أي مكان حوالين العالم. دخل مش هيبقى مجرد دخل قومي داخل من خلال دورات أو كورسات فقط، ولكن هيكون برضو عن طريق التذاكر اللي المفروض الناس هتزور بها المدرسة، وهيكون عن طريق القطع اللي ممكن تتباع بعد ما ينتجها الطالب، ويكون يعني ده بدعم من الدولة على كل يعني وزاراتها وكل مؤسساتها. حضرتك السائح دلوقتي بيجي مصر بيجي يزور الاثار والحاجات الموجوده بالفعل، وبيشوف حضاره جميله وفي اعتقاده، وبيجي برضه يشوف الجمل ويشوف الناس الغلابه والبساط، ده شيء جميل، وبيشوف الحضاره المصريه موجوده. كل الفكره ان انا عايز ادرب ناس سواء من المصريين اللي طبعا يكونوا طبعا اصحاب مؤهل، يعني مش مؤهل عالي، يعني حتى غير المؤهل بتاعه ان هو لازم يتهيأ في الاختبارات اللي هتتعمل له من خلال تحقق المدرسه. تمام، المدرسه دي هتعلمه ايه؟ اولا هتعلمه ازاي مثلا هو عاجبه شغل النحت، عاجبه نحت بارز في لوحه معينه، هيعرف مراحل النحت البارز من اول استخدامه للخامه لغايه الاوت لاين بتاعها ورسمها لغايه لما يطلعها منتج نهائي من خلال صب. طبعا في المدرسه دي في فنيين، يعني الفنيين دول اللي بيستعملوا في ايه؟ الفنان سواء بيرسم، بعد ما بيرسم ويطلع نحت او يطلع عمل فني، في ناس ورا منه بيعلموا يعني ايه استخدام الصب، استخدام يطلع ازاي من الصب ده استامبا يطلع منها منتج نهائي يعرف يبيعه او يعرف يتعامل معاه. الفن الفرعوني جمال بلا حدود، يمكن انا وانا بتابع التقرير بعض الصور وبعض الحاجات المعموله بالنحت فعلا تسحر، ويعني جزء من الخيال فعلا وهو الفن الفرعوني.